الخطيئة الأخيرة. أنت معجب بنفسك، ما لك تنظر لنفسك هكذا؟ الدكتور شهامت كان يتابع الملف. أريد أن أقول شيئا إن لم تسئ الظن بي. أقول قل. أرى أن تمنح ترخيصا لشركة فخار، بهذا ستهدأ كل الأصوات، ثبت أنهم غير مذنبين. المذنب هي الشركة الأجنبية. أعطني تلك القائمة. أية قائمة؟ قائمة أسماء الذين فقدوا بصرهم بسبب خيوط الجراحة الفاسدة. عبد الله صدوق. مرحبا. مرحبا، تفضل. السيدة أكرامي موجودة؟ حضرتك؟ أنا مودت. لم تأتي بعد. شكرا لك. أهلا وسهلا. تفضل. طيب، أنا لا أثق بهذا الشخص إطلاقا يا خالي، إنه يعبث بمشاعر آمال بطريقة سيئة. آمال فتاة عاقلة لا تقلق. نعم عاقلة، لكنها بسيطة أيضا. إنها بسيطة إلى درجة أنها لا تدري أنهم يخدعونها. الناس كلهم أبرياء إلا إذا ثبت العكس. وقد ثبت العكس، ألم يثبت؟ الأمور واضحة. لا، ليست واضحة بالدرجة التي تظن. لم أتوقع منك ذلك أبدا. مع السلامة. في أمان الله. أنا مسرور جدا لأنك استعدت عافيتك يا سيد مودت. سيد مودت اسم على مسمى. هل مودة تعني الصداقة؟ السيدة أكرمي تمدحك كثيرا هنا، لكنها لا تحدثني بشيء عنك. ربما لأنها لا تجد ما تقوله عني. على العكس سيد فخار، نشاطات شركتكم مضرب للأمثال. يبدو أنك تشعر بالحر دكتور مودة. عن إذنكم. ولما العجلة؟ ستصل السيدة أكرمي الآن. شكرا جزيلا. معذرة، لم أقم لك بالواجب. في المرة القادمة أرجو حضورك بعد الإفطار. طيب.
مرحبا. مرحبا. السيدة أكرم موجودة؟ لم تأتي بعد. ألا تعود؟ لا أدري، لم تخبرني. هل أستطيع لقاء السيد فخار؟ السيد فخار؟ نعم، إن أمكن ذلك. لحظة رجاء. سيد فخار، السيد بناهي يريد لقائك. نعم، تفضل. شكرا. مرحبا سيدي. أنت تحب أن تتطور، أليس كذلك؟ وأنا استثماراتي خارج البلاد بدأت تنجح، أصبحت متفائلا لمستقبلي. هل طلبتني سيد فخار؟ السيد عزتي أثنى عليك كثيرا، يقول إنك ذكي جدا. السيد عزتي؟ نعم عزتي، ولكن لا حاجة لأن أثني عليك أمامه. علاقتنا أنا وأنت علاقة خاصة، أعرفت قصدي سيد فناهي؟ نعم. كم أخذت لكي تعمل له؟ أنا 3 أضعاف، ما رأيك؟ مستقبل زاهر ينتظرك يا ولد. ماذا أفعل سيدي؟ ألا تدري؟ بلى أدري. مرحبا سيدة صدوق. نعم تفضل. أنا مودت، يجب أن أرى ملف أبيك. لما تريده؟ لأرى هل العملية ممكنة. ماذا تعني؟ الواقع أنني أريد أن أعيد إليه القرنية، من اللازم دراسة الملف قبل العملية. أنت على عهدك إذن. تستطيعين الثقة بي سيدة صدوق. مع السلامة. من كان؟ الدكتور مودت، يريد دراسة ملف أبي قبل إجراء العملية. الأستاذ فعل ذلك قبله، لا حاجة للتكليف نفسه، ليتفضل ويحدد موعدا للعملية. لا تتعجل يا ولدي، لابد أن هذا أفضل. لا تنسي أن نذهب سوية إدارة الذهاب، أتحتاج شيئا؟ لا شكرا. عن إذنكم. مع السلامة. مع السلامة. ماذا أقول يا سيمين؟ بدل أن تهتم لعملها تستغيب الناس دائما. فلانة فعلت كذا، فلانة لم تفعل. لا أحد يجرؤ أن يقول لها ماذا تفعلين بكل هذا المال الذي تجنينه. بالطبع نعم. لحظة من فضلك. سلام عليكم. الدكتور مودت موجود؟ كلا، خرج من هنا وكان غاضبا جدا. ألم يقل أين يذهب؟ بلى، قال شيئا حول استعادة الملف أو إعطاء القرنية، لا أدري.
هل تعتقد يا سيد بهروز؟ عجيب، يبدو أنه لا يسمع. نعم سيمين، باستطاعتك أن تنهض. هذا من المستحيل. يجب أن يتم، يجب أن تقوم به بأي طريقة. هذا مستبعد منك يا دكتور. ألو، وأين هو الآن؟ ماذا؟ ماذا يريد أن يفعل؟ هل فقد عقله؟ أخبرتك فقط، يجب أن نمنعه. وماذا لو كان جدا في إعادة عينه؟ لا يعيدها. وماذا لو أعادها؟ لا يفعل، لن أدعه يفعل. السلام عليكم. عليك السلام يا ابنتي. هذه هي الكتب التي طلبتها. رعاك الله يا ابنتي، لديك ضيفة بانتظارك. من؟ قالت إنها من صديقاتك. صديقتي؟ تفضلي. عفوا، طبيعي ألا تعرفيني. لا تتعجلي، سنتعرف قريبا. أظن أنك مخطئة، تفضلي. مخطئة؟ سمعت أنك تحبين أباك كثيرا، صحيح؟ من أنت؟ اخرسي، لا تدعيني أسكتك بطريقة خاصة. ماذا تريدين مني؟ أوه، هذا جيد. اتركي قضية العين هذه يا حلوة، مفهوم؟ ارحمي نفسك وأباك، ولا تحدثي أحدا بتعارفنا هذا، مفهوم؟ مع السلامة يا حاج. مع السلامة يا عزيزتي. هي من صديقاتك؟ لا. ماذا أرادت إذن؟ أبلغت رسالة. رسالة؟ ممن؟ كان واضحا من شكله أنه لا يريد التعاون معنا. من شكله؟ جاء إلى المكتب. ألا تعلمين أنت بهذا؟ أعطني مهلة أياما فقط وسيعود كل شيء لمكانه. نحن نضيع الوقت بلا فائدة. أيام معدودة. يبدو أن السيد مودة هذا لن يتنازل. حسنا، لا تؤدي كل الطرق إليك وإلى خطيبك سيد أكرمي. فكرت بكل الاحتمالات، كنت أظن أن بالإمكان الاعتماد عليكما. على فكرة، أنت مدينة للشركة ببعض المال سيدة أكرمي، لا أظنك نسيتي. أنت يا سيدة لا يمكن أن تدخلي هكذا. ما هذا الذي تفعله يا دكتور؟ معذرة يا دكتور، حاولت منعها ولكنها لم تبالي. تفضلي أنت. سامع، ما الخبر؟ كنت قد صدقتك، ظننت أنك نادم فعلا. لا أفهم ما تقصدين. أريد أن أحذرك يا دكتور، إذا تصورت أني أنسحب بهذه التهديدات فأنت مخطئ. من الذي هددك؟ يعني أنك لا تدري؟ كنت منتظر أن تأتيني بالملف. الملف؟ من جهة تبعث إلي من يهددني، ومن جهة تريد الملف.
دع هذه اللعبة يا دكتور. أية لعبة؟ لا أدري من الذي هددك، ولكن لأجل أن تصدقي كلامي تعالى غدا للمستشفى. سآتي بالتأكيد، سآتي ولا أخاف من أي تهديد. أرجو ألا يصل الموضوع للشكوى. مما تخفينني، أنا بخلافك أنت لا أظن الدنيا جديرة بالمشاهدة. لا أزال عند كلامي السابق، أراك غدا. مرحبا. مرحبا. أين كنت؟ كان لدي شغل. سألتك أين كنت؟ يا سيد بهرام، أنا أتخذ القرارات لنفسي. لنفسك نعم، لكن لا لخالي ولي. لك أنت؟ هل يجب أن أستاذنك أينما ذهبت؟ ليس من المناسب أن نقف هنا ونتجدل هكذا، لكن من حقي أن أعلم. من الذي منحك هذا الحق؟ شكرا جزيلا لك. لم يبقى إلا أن تقفي بوجهي وتشتميني. كنت في عيادة الدكتور لأجل ملف أبي. لكن الملف عندي، إذا لم تذهبي لهذا؟ نعم، ذهبت لأجل شيء آخر. أي شيء؟ لا أرى ضرورة لأن أشرح لك، والأفضل أن تترك هذا التحقيق معي. ما بك يا أبي؟ لما جلست هنا؟ أنا قلق جدا يا ابنتي. لم يأتي بهرام بعد، لقد تأخر، لا أدري أين ذهب. لا تقلق، ربما طال عمله. ما كان عليك أن تجيبيه بهذه الطريقة يا ابنتي، إنه قلق عليك. إن كان يسأل فمن أجلك. أعلم، لكنه يسيء الظن جدا. ها قد جاء، اذهبي إليه، اذهبي وساعديه، اذهبي. مرحبا. أهلا، كنا قلقين عليك يا بهرام. ولما القلق؟ لأنك تأخرت. معذرة لأني أقلقتكم. لا أبدا، أنت تعرف طبع أبي. السلام عليك يا خالي. أين كنت يا ولدي؟ لقد أقلقتنا. أرجو المعذرة، أشغالي تعقدت بعض الشيء، لا تؤاخذني. أنا ليس الأمر بيدي يا عزيزي، مهما كبرتم وعقلتم تبقون أولئك الأطفال الصغار في عيني. خالي، أنا خادمك وخادم السيدة أمال. لا أدري هل تعلمين أم لا، لكن القرنية التي تزرع مرة واحدة لا يمكن أن تزرع مرة ثانية. هذا غير مألوف في العالم على الأقل. لكن الدكتور مودة قال شيئا آخر. أستغرب من الدكتور مودة، ما كان ينبغي أن يقول هذا؟ لكنك أفضل طبيب أعرفه، تستطيع ذلك. آسف يا عزيزي، آسف، هذا غير ممكن. يجب أن تخلصني من شر هذه العين. أمال لا تبكي، لا تبكي أرجوك. كم يكلف الأمر لو وجدنا قرنية أخرى؟ هذا غير مهم على الإطلاق، التكاليف كلها علي، قلت لكم هذا من قبل. معذرة،
سأجد له قرنية أخرى بنفسي وسأدفع كل التكاليف، كونوا واثقين. أغرب عنا، هيا بنا. هل أعجبك؟ أرأيت أني لا أقول شيئا اعتباطا، أدبته كما يستحق. ما كان عليك أن تضربه؟ لم أضرب أكثر لأنك كنت هناك، وإلا فالنصابون اللصوص من أمثالي يستحقون أكثر من هذا طبعا. ماذا سيحدث الآن؟ سيتأدب، سيتعلم أن لا يعبث بمشاعر الناس. حضرة الدكتور، صدقيني أنه كان يعلم كل شيء منذ البداية، صدقيني. لا أقصد هذا، ماذا سيحدث لعين أبي؟ لا عليك أبدا، ستتحسن الحال، اطمئني، لا تهتمي لشيء ما دمت معك. أنت تدري إن أبي هو كل حياتي، وأنت وخالي أيضا كل حياتي. دعي كل شيء علي وليطمئن بالك. يا سيد فخار، متى سنتابع الحسابات السابقة إذن؟ وهل لنا حسابات معك؟ ماذا تقصد؟ واضح، لقد سوينا كل حساباتنا. الأموال السهلة توسوس لك دوما. ما كان عليك التعامل مع أفرادي. لا أفهم ماذا تقول. لا أستغرب أن تنكر خيانتك، سأغض الطرف هذه المرة، ولكني مضطر للتصرف بطريقة أخرى في المرة القادمة. اذهب الآن. إذن لا تريد أن تعطيني حقي؟ لا بأس، إذن أضطر أن ألجأ للطرق القانونية سيد فخار. فأعلب، تصيبني بالغثيان حين تتحدث عن القانون. القانون والشرع أصدقائي أنا. لكنني سأكسب صداقة القانون والشرع ضدك يا سيد فخار. أتلاحظ؟ إننا من صنف واحد، نختلف في طريقة الحصول على المال. إذن الأفضل ألا تهددني بأسلحة القديمة. بأسلحتك؟ من يكون إنسان تافه مثلك حتى أحتاج أنا لأسلحته؟ دعني أقول لك شيئا بلا مجاملات يا بطل. أنت تمتص دماء الناس وأنا أسرق أرواحهم. تلاحظ أننا لسنا من صنف واحد. والآن اغرب من هنا لكي لا أرى وجهك القذر. حسنا حسنا يا سيد فخر، ولكن لا تنسى أن الجد لابد له أن يطبخ. سيد عزتي، لا بد أن أحذرك، لا أظنك تحب أن يسلخ جلدك. تفضلوا جميعا، إفطاركم اليوم بضيافتي. اشتريت الطعام من المطعم الذي ترغب فيه خالي. لما كل هذه التكاليف؟ ما هذا الكلام يا خالي؟ تقبل الله أعمالك يا ولدي. لا تفكر بالأمر، فكرت أنا وخصصت مالا كافيا للعملية. أرأيت صحة كلامي الآن؟ أي كلام تقصد؟ إننا يجب أن نحصل على العين من بنك العيون، بهذا لا يخدعنا هذا الدكتور ويؤخرنا. لم يتغير شيء لحد الآن. ماذا تقصد يا عم؟ لا المال ينفع أباك، ولا حتى عين أخرى. إذن ماذا؟ لا تنفع عبد الله إلا تلك العين، عين الأستاذ.